عليه وسلم متابعينا ومشاهدينا، وإنه حب المصطفى بالتأكيد. ونحن اليوم نحلق في عوالم الذكر من خلال المديح، مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحب اللي بيجمع كل الناس وكل الأمة الإسلامية، من شيوخ ومن كهول ومن شباب ومن مريدين ومن أطفال، في حب وحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الذي يجمعنا للاحتفال والاحتفاء في الساحات والميادين بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن هذا الحب ونتحدث عن هذه الإلفة والمودة التي توحد قلوب كل السودانيين عبر هذه المساحة التي نخصها لمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبر الشيخ محمد الفاتح حضور اليوم من خلال هذه المساحة. وإحنا يعني بنسمع في المدح شفنا دموع المحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ودائما المحبة في القلوب يعني. لذلك احنا نحتفي كل عام بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلينا نتكلم عن قيمة هذا الاحتفال. الشيخ محمد القلع، مرحبا بك. أهلا بك صباحا في صباح الشروق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. الحب بصفة عامة يعني حاسة يحس بها الإنسان وجدانيا. صحيح. والواحد لو حب لبيت بحس بإحساسه ما بقدر بيعبر عليه. كذلك حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسا هو ما مطلق، حب النبي ما مطلق لكل إنسان، إلا من أراد الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبه من محبة سيدنا محمد، فيسخي له الأشياء اللي بتجعله يحس سيدنا محمد إحساس وجداني عشان يحس به في قلبه عشان يحبه صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس ما بقول، لكن الحب اساسا حاسه وجدانيه تحس بها الانسان انت بتحبه. فمحبه الرسول تختلف اختلاف توتالي في نوع الحب اللي بيطلقوا الناس على العاميه. كل الناس بيحبوا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحب يختلف من انسان لانسان على حسب طاعته، على حسب قربه، على حسب ذكره، على حسب الشيء اللي بحس به او بقالوه سبب عشان يحس بوجدان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه وجدان الرسول هو وجدانه هو. فالحب حاسه الانسان ما بقدر يعبر عنها الا تشوف فيه. يعني في كثير اهل المتصوفه عندهم الحب والعباده ممارسه. الذل عشان دار يعمل حاجه بيمارسها عشان يجيدها عشان يحس بحلاوتها. فمحبة سيدنا الرسول عليه السلام يعني كل إنسان بيحبه، لكن منو بيحبه وكيف ما في حد بيقدر يحدده. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني هل الصوفية بيقولوا ما عنده محبة ما عنده الحبة؟ ما عنده الحبة. ولا عنده محبة ما خلى الحبة؟ ما خلى الحبة. وأيضا الشعراء قالوا في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومحمد حب وحب كله، فإذا كرهت خسرت حبك كله. كيف بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون اتباعه ويكون تطبيق سنته، وتكون دعوتنا أيضا للآخرين باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو قدوتنا في كل تعاملاتنا، يعني سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين؟ الحقيقة أنا برأيي أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب المتابعة، ما هو حب الاتباع. يعني كما يقول بعض الناس الدار يحب الرسول يعني يتبع سنته ويتبع هديه ويتبع. أنا في فهمي الشخصي أنه حب الرسول ما اتباع، زي ما قلت لك إحساس. لأنه سيدنا الرسول عليه وسلم قال لسيدنا عمر، لما سيدنا عمر قال له والله يا رسول الله يعني إني أحبك أكثر من أولادي لكن نفسي لا، قال له إنك لم تؤمن يا عمر. سيدنا الرسول عليه وسلم جعل كمال الإيمان بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حب الاتباع ده حب بتاع علم. نعم صحيح. أما الحب الإنسان اللي بيحبه فعلا إحساسا وجدانيا ما بالعلم، بالاتباع زي ما قلت، وبالإحساس
اللي بيجيك نتيجة عبادتك نتيجة ذكرك، العبادة بتكون أساسا خالصة عشان محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنا ما بقول إنه الحب لا باتباع ولا ولا بقراءة قرآن ولا بذكر، وإنما هو شو يداني الإنسان يحسه بطريقته اللي هو عرف أو سعى إنه يسعى بها عشان يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاتباع بيكون لاحق للمحبة، الحق ده تبعدها من ناحية علمية. الاتباع ده ما لابد منه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو جانا عشان نتبعه عشان نعرف الله عشان نصل للجنة، وعشان ده كله حب الاتباع. أما لكن الحب اللي اسمه حب بحاجة وجدانية. نعم، بحاجة يمكن مرتبطة بالقلوب، ودي قيمة الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. حنجي لحاجة مهمة جدا، إنه نشر الدعوة من خلال حبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال التصوف، وخصوصا إحنا في السنين الأخيرة في وسائل المعرفة التقنية ممكن تقدم المعلومة لكل العالم الإسلامي. زمان يمكن نلقى المعلومة دي في كتب مثلا، لكن الآن بقت في سهولة في التعامل عبر الميديا عبر الإنترنت وغيره. كيف يعمل التصوف على نشر الوعي وعلى نشر الدعوة الإسلامية من غير تطرف وتزمت؟ سبحان الله، إحنا زمان أهلنا الصوفية يعني قبل الإعلام نشروا محبة الرسول بالمديح، يعني حتى العلم نفسه أهل الصالحين واللي رب سبحانه وتعالى مدهم موهبة الشعر أو مدح الرسول، مدح الرسول ما مطلوب، ما يزال ممكن يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معلش حاجة صغيرة حصلت يوم الأيام، اجتمعنا في موقع كان فيه علماء وقرآنيين والناس تكلموا عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي واحد الله يطلعه بالخير كان أستاذ، وكان يعني لقينا احنا مجموعه بنأدي اداء فيه فضل صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنكروا فينا. فسألني قال لي انت عالم؟ قلت له ما عالم. انت دكتور؟ قلت له انا ما دكتور. غرضت الشعر؟ قلت له ما غرضت الشعر. ابوك غرض الشعر؟ قلت له ابوي غرض الشعر الرحماني. شنو يعني قال لي الشعر الرحماني؟ قلت له الشعر الرحماني مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الله سبحانه وتعالى بالحروف والكلمات. أيوه. اما الشعر ربنا قال في الشعراء التعبون والغاوون ارى ترى انهم في كل واد يهمون وان يمعون ما يعملون. فقال لي لا، ما في كل شعر شعر مدح الرسول وشعر الوصف الجمال ووصف الجميله كل شعر. قلت له لا، ما كل شعر، مدح الرسول ليس ما مطلق ادب. نعم، ما مطلق لاي انسان اي شاعر. صحيح. قال لي انا شاعر. قلت له انت شاعر؟ نحن جالسين ادينا بيتين اوصف لنا بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس ما قدر. قلت له انا بدي، كان في مؤتمر حقيقه ديني، قلت انا بديك الليله وبكره وبعد بكره في الثلاث يوم دي جيب لي ثلاث ابيات اوصف فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاءت الظروف ذاك اليوم كان موجود علي رحمة الله، وهو كان عالم وكان شاعر وكان وزير شؤون الدين من يوم من الأيام من الحلفاية. فسألته يا دكتور هل مدح الرسول مطلوب لكل إنسان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لي قطعا لا. قدم قطعا، قال لي قطعا. الدكتور عون الشريف الله يرحمه، دكتور عون الشريف قاسم كان معنا في ذلك الجلسة، فقال قطعا مدح الرسول ما مطلوب لكل انسان، وما انسان ممكن يمدح الرسول عليه السلام. فمدح الرسول ذاته ما كل الناس ممكن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس وصلوا درجه من الصلاح لكن ما مدحوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس وصلوا درجه من العلم برضه ما مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مدح الرسول لا. الحاجه دي مرتبطه بحب الرسول؟ مرتبطه بحب الرسول، مرتبطه بحاجه حق الله سبحانه وتعالى. لانه الصالحين بيعتبروا مدح الرسول يا اما محبه او علم. دول عنده لغه عربيه زي ما قال الشيخ، اللي انا اتذكر اسمه مصطفى طيب الطيب، الله يستر خير بالحق، مصطفى طيب الاسماء، الاستاذ مصطفى طيب الاسماء، يعني هو رجل لغه عربيه وكذا، وزي الشاعر يعني. نعم. فمدح الرسول مرتبط اساسه بمحبته. نعم. الانسان اللي بيصل درجه من المحبه، يعني الانسان اذا حب انسان ممكن يوصف اي وصف جمال، يعني بيستطيع ان يعبر بيستطيع ان يعبر في المحبوب.
لكن ما تحب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما بطلب لكل إنسان، ما كل واصل درجة من العلم أو من الصلاح ممكن يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب شيخ محمد القلع، نتكلم عن المولد يعني مناسبة احتفائية، ولكن أيضا هي مناسبة للتعبد ولاستذكار مآثيره صلى الله عليه وسلم وللتعريف به وبصفاته للأجيال، يعني للشباب الصغار للأولاد الصغار. نتحدث أيضا عن الرسول وعن مناقبه صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد يمكن نحن الناس اعتادوا يقروا سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب المولد، وكل شيخ عشان كده بقول لك الكلام ما مطلوب. نعم. عدد الموالد المقروءة اللي بيقروها الناس في المناسبات ما كثيرة، ثلاثة وأربعة، كل الناس بيقروها. اللي هي بتحمل شنو؟ بتحمل سيرة سيدنا رسول الله عليه وسلم. من في ناس جابوها من قبل ما يولد، إرخاصاته وإعجازاته سبقته، سبقت نبوته وسبقت رسالته، ذكروها حددوها لغاية ما جاء مولده. زي ما موجود في المولد العثماني. زي ما موجود مثلا في المولد العثماني. فالعلم اللي احنا نلقاه في من خلال هذه السيرة بتاعت المولد العثماني، قصة سيدنا رسول الله ومولده وإعجازات حصلت له والكرامات الرب سبحانه، نحن بنقول له بنعتبرها معجزة، ما بنقول كرامة، كرامة للصالحين. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب يأير عليه وعلى لسانه وعلى حركاته إعجازات لإثبات نبوته. دي نحن أصلا بنعرفها، أو أغلبية أهلنا الزمان ما كان في علم. زي ما قلت في البداية، المديح والشعر الروحاني الشعر الديني هو كان مدرسة لكل الناس اللي ما كانوا متعلمين. عشان كده زمان الناس كان بيلجوا للشيوخ، لانه يعني حتى الشيء اللي عهدناه عند اهلنا هذول عاد عمل حية، لو ما شاور شيخه يوريه الصح شنو والغلط شنو ما بيعمل. صحيح. فعشان كده العلم زمان كان مربوط بشهاد ولا شيوخ اللي هم كتبوا لنا السيره بطرق مختلفه، وعلموا الناس من خلال المديح كيف يصلوا، كيف يحجوا، كيف يصوموا، كيف يحبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السيره الموجوده اللي بنقراها نحن في ايام الموالد دي، واللي هي بعد الناس بيقولوا يوم مش ما بيحتفل 12 يوم، الناس بيحتفل السنه كلها. نعم. ليله الاثنين والخميس من كل يوم او كل اسبوع. صحيح. احتفال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تظل الاحتفالات دي يمكن قائمه الى ان تاتي الذكرى فيها الاحتفال بمولد المصطفى. تاتي 12 يوم دي فتتكثف فيها. طيب، لكن الناس اسبوعيا مرتين الناس بيحتفلوا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في كل سنه بننتظر المولد وبننتظر الاحتفال، ويعني مظاهر الكرنفال والمهرجانات والفرح عبر الميادين الكبرى. نعم. في الخرطوم في ولايه السودان المختلفه حبا في المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن في عدد من الناس دائما اذا صح السؤال، هل هنالك اختلاف عند بعض الناس او عند بعض الشيوخ في الاحتفال في حد ذاته بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن دي من المقولات اللي احنا بنسمعها ساي؟ باختلاف بمعنى شنو؟ انه يحتفل بمولد الرسول او ما يحتفل؟ نعم. يلا ده كل ده انا بعتبره نوع من الجهل. كون يكون في اختلاف في مولد في الاحتفال بمولد رسول الله نوع من الجهل او عدم المعرفه. يعني ما كل عالم راسه حوى كل العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله. صحيح. فاختلاف النظر ده ان بعض الناس بعتبر نتيجه لعدم معرفتهم بحقيقه الدين. صحيح. نحن نرى الدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لو ما سيدنا رسول الله ذاته ما عرفنا. صحيح. نحن الله عرفناه من خلال سيدنا محمد. سيدنا ربنا ده ما رسل 24 نبي قبل سيدنا محمد، ما 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 جو يعرفوا للناس الله شنو الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. سيدنا محمد هو اللي الناس من خلاله عرفوا الله سبحانه وتعالى، وعرفوا كيفية عبادته، بدليل الحاجة الواحدة ربنا سبحانه اختصبها سيدنا محمد ما اختصبها إنسان آخر، كونه سيدنا ربنا سبحانه يفرض على سيدنا محمد الصلاة مباشرة. صحيح. ما 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 رسل جبريل، القرآن نحن بنقرأ في الصلاة ربنا رسل سيدنا جبريل. لذلك معرفة الله سبحانه وتعالى عرفناه من خلال سيدنا محمد. عشان كده ما اتبع سيدنا محمد ما عرف الله سبحانه وتعالى، وما اتبع نهج سيدنا محمد بالطريقة اللي جابها سيدنا محمد ما عرف الله سبحانه وتعالى. فالمعرفة واختلاف الاحتفال بمولده دي يعني فئات انا برايي انهم غير انهم جاهلين، ما عندي لهم تفسير، لكن ما عرفوا الدين، ما عرفوا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الا بالكتب الظاهر، ودي اغلبيتهم قروا العلم من غير شيخ. قراءة العلم من كتاب تقرا كتاب من غير شيخ ما بيفهمك الدائره.
لأن الكتاب الكتب الزول ده كتبوا بفهم، ما كل الناس بيدركوا هذا المفهوم. أهل الصالحين بيعتبروا أي كتاب مكتوب لهم أغلاق، أي مقفال قفل لهم أغلاق شفرات يعني وشفرات، ولهم مفاتيح. صحيح. المفاتيح دي ما بتلقى عند أي زول. الكتب الموجودة الدينية كلها موجودة دي. الزول لما قرأ على شيخ ما بيفهم المعنى. فكثير من الناس قروا كتب من غير شيوخ، وقروا قرآن من غير تلقين ومن غير شرح، فأي واحد بيتخذ على حسب فهمه. نسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم يعني. ما عندنا شيء نقول يعني أكثر من كده. الناس بصفة عامة بيكون في قابلية وارتياح أكثر لما يتعاملوا مع العلماء الزهاد، يعني درجة الزهد دي بتقربك من العالم أو من الفقيه، بالتالي تستقي منه العلم وتتفقه في الدين يعني على طريقته. مع كل التطورات التي تحدث الآن في العالم من حولنا زي ما ذكرت منى، مع كل حركة التكنولوجيا وغيرها، كيف برضو نبتكر طرق جديدة لتعريف الأجيال على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الإسلامي بكل أركانه يعني؟ والله الحقيقة أنا مع تطور العلم ومع التكنولوجيا برى إنه الشيء الأساسي لمعرفة أبنان أو لتعريف أبنانا وتعريف الناس بمحبة سيدنا صلى الله عليه وسلم العلم. والعالم ذاته العلماء خشم بيوت، يعني الزهد درجة من درجات العبادة، الزهد بيصليها بعد مراحل. الزاهد ما يبقى زاهد بين يوم وليلة. الزاهد ذاته يا إما تنشيخ ودخله مدرسة، أو هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ألهم حاجات عملها أصل بها درجة الزهد. يمكن الزاهد ما تلقى عنده الحاجة اللي بيفيدها للناس عامة. الزاهد ده ما اجتهد لنفسه، ما اجتهد للآخرين. فالزهد مرحلة الزهد بيصليها بعد عبادة وقيام ليل وصوم وتزكية نفس بفهم بفهم الشيخ اللي اتبعه. صحيح. عشان كده نحن تعرفة أو تعرف الناس بسيدنا رسول الله يجب أن يكون بالعلم الظاهر، ما بعلم الزهد ولا بعلم التصوف ممارسة. التصوف عند أهل الصالحين ممارسة. برضو العبادة الصلاة نعم إنها فرض، لكن الإنسان بيمسكوه عندهم في الخطبة يقعدوه 40-45 يوم شهرين يعلموه الصلاة ويخلوه يمارس كيف يصلي مع الناس عشان يتعود عليها. يمكن دي مرحلة من مراحل أهل الصالحين الزمان، علموا الناس الدين بالممارسة. صحيح. لأن ما يعني. ما هو أي بالفطرة. صحيح. ما كل لأن ذات الدين فطرة، ديننا ذات الدين فطرة. صحيح. فما كل الناس ممكن يقعدوا كده عشان يقعد يعلم العبادة. يعني هسا الناس قاعدين مع الشيوخ، وده العلم اللي نحن نرى إنه المفروض يتعلم، ما علم من المدارس ولا علم الجامعات، علم الحلقات. يعني هسا بتلقى الناس المنكسرين للشيخ عشان يقعد له ساعة نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، ما في ساعة كاملة. علم الحلقات ده كله تلقاه ربع ساعة تلت ساعة بالكثير، نص ساعة بيديك فيه زي ما أقول مقتطفات من العلم تمشي تحفظها وتجيب كل السمعة وتمشي تطبقها حتى يتم تعلمها للناس. عشان كده تلقى الناس اللي بيقولوا الكتب من غير شيخ ما بدون يكون في حاجة ناقصة. يبقى إحنا اليوم يعني سعيدنا جدا بهذا الحب الوداني للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعني كيفية برضو تعليم الأجيال لحب هذا المصطفى، وأيضا تعريف العالم الخارجي بثقافة حب المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا الإسلام. إحنا سعيدنا بوجودك معنا اليوم، شاكرين على حضورك الشيخ محمد القلع، وانتهت فقرتنا، ونتمنى لكم التوفيق دائما، وحبكم للمصطفى يكون في ازدهار وفي تنمية لكل محبي المصطفى ومريدي المصطفى.